ما بين أكثر الحوايج اللي كيدمروا شي علاقة زوجية هي الشك. ولكن تخيلوا معايا إذا هاد الشك غادي يتحول إلى مرض، فكيفاش غادي تعاش ديك الحياة نتاع هاد الأزواج؟ في حلقتنا الليلة أول مرة غادي نتكلم على هذا الموضوع، ولكن ما اختاريتو حتى فعلا حسيت بالمعاناة الجحيمية نتاع صاحبة هاد الحكاية اللي في الأخير بطبيعة الحال غادي تدير واحد الحل لراسها. فما تمشيو فين وبقاو باش تستفدوا معايا من حكاية الليلة. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه مع هادشي اللي واقع اليوم في العالم. فاذا كنتي جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دار كيف العاده. وما تنساش قبل ما ندخلوا في حكايه الليله انك تضغط على زر الاعجاب لتحت اللي مسكين فيك حتى شي مجهود، وتلتحق بينا على القناه وتفعل الجرس باش فوق ما تحط شي جديد تكون انت هو اللي كتفرج فيه، او بالاحرى انت هي الاولى اللي كتفرجي فيه، لانني عندي نسبه كبيره نتاع عالم زمرده. فخي ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا ايمان حليت عيني وسط عائله محافظه وفقيره، وتحملت المسؤوليه منين وانا عندي 13 سنه، اللي في هذه الفتره ما لعبت ما تمتعش حيتاش كنت انا هي الاخت الكبيره. غادي نقرا حتى الاولى الاعدادي وخرجت نخدم حيتاش امي كانت كتخدم باش انها تعاون مع با، وانا خدامه غير الصناعه التقليديه، وفي نفس الوقت كنت كنقابل خوتي اللي حتى هما كبرتهم، وانا تنكبر كانوا تيجيو فيا الناس تيطلبوني الزواج، ولكن ما كتبش حتى النهار غادي ندير 19 سنه. مشيت خدمت في واحد المصبانه لمده 4 سنين حتى غادي نتعرف على واحد السيد، واحد الشاب اللي كان تيسكن قدام ديك المصبانه، غادي يطلبني باش اننا نعطيو فرصه لريوسنا اكثر في التعارف. بقيت صابره عليه حتى خدم في واحد الشركه وغادي نتزوجوا. تزوجنا في 2003 بلا طمع وبخير وعلى خير. نهار تزوجني حتى فلوس الصداق ما كانش عنده وما طلبتوش بها، اما بالنسبه في الحوايج علاش ما قد هو، درنا حفله بيناتنا حنا العائله وغادي نمشي معاه لمدينته، غادي نبداو من الصفر. حتى من ابسط الحوايج نتاع الدار ما كانوش عندي. نهار دخلت ديك الدار ديال الكرا باش اننا نعيشو فيها حصيره والله ما كانت. تخيلوا معايا غادي نفرش الميكا، وجلسنا وتغدينا ومشينا من بعد لواحد السوق، وبدينا كل مره كنشريو شي حاجه مع داك الشيء اللي جبت من دارنا واللي كان على قد الحال. اتفقنا باش اننا نتقاتلوا ونعيشوا واحد العيشه اللي هي زوينه وكريمه. المهم بقينا هكاك، هو كيخدم وكنخلصوا الكره، وكل مره كنديروا شي حاجه علما انه كان تيشرب الخمر ما بينه وما بين راسه، كينعس وكيفيق وكيمشي لخدمته. وعدني انه غادي يحيدو فانا ميكت عليه. من بعد سنه غادي تزاد عندنا واحد البنيته، ومن بعد 5 سنين تزادت بنيته واحده اخرى، وتحولنا من ديك الجهه لجهه واحده اخرى في المغرب فين غادي تحول الشركه اللي هو فيها. المهم مشيت معاه بطبيعه الحال خدام على خير، وطلعوا ليه السالير وفرشنا الدويره ديالنا كيف ما كاع الناس، شريت الثلاجه، ماكينه ديال الصابون، الفران، فرشنا الصالون. ولكن في هذه المنطقه هنا فين غادي تبدا حكايتي. في هذه المنطقه هو غادي يتلاقى بواحد الناس اللي ولاو كيزعموه كثر على الخمر، ولا كيسهر على برا وكيتمجي في الزنقه ويغوت، والجيران كيسمعوا وغير متحملينه. كيجي في النصاصه ديال الليل عاد كيبدا كيطلق هو الموسيقى وكيصدع الجيران، والناس ناعسين تيفيقوا الفجر وكيمشيو للخدمه. هنا غادي يبداو المشاكل، تيخليني مع دوك زوج بنيتات متحمله المسؤوليه ديالهم، وكيعطيني 40000 ريال ما يزيد لي عليها 10 دراهم هي التاليه، ويقول لي خلصي منها الماء والضو والكرا وحتى التقضيه، واذا شاطت شي حاجه بحال شي 300 درهم كملي بها الشهر تقاتلي معاها، والباقي هو راه تيشدو 60000 ريال 80000 ريال كيتمتع بها، مره كتمشي في ليلتها مره في 3 ايام، ومحال حتى واش يصبح عليها الحال، وما تسولوهش عليها حيتاش ماشي شغلك فيها. اذا تلقى بشي وحدين خاصو يشربهم كاملين ويعشيهم كاملين ويبات سهران حتى الصباح. كانت شي وقيته اللي والله العظيم الى المنضه ديالو ما كتجلس عنده حتى شي يومين، كيشدها اليوم لا غد ليه كيساليها. عييت ما نصبر حيت كنقول عندي زوج بنيتات فين غادي نديهم، ما خداماش، ما عندي حرفه في كتافي، كيفاش غادي ندير هاد البنات؟ صافي خليهم يصبروا، اللهم يبقاو مع باهم ولا يبعدوا. كنت كنتقاتل، وبالشهاده نتاع الجيران اللي كانوا يقولوا لي باز لك راك فيك الراجل والمراه، خاصني نقابل البنات اللي بقرايتهم ونديهم المدرسه ونجيبهم ونوجد لهم غداهم، نقابل الدار، نمشي للسوق، مني كلشي. وليت بحال شي ارمله، السيد ولا بحال شي عازب مع راساتو، تيعرف غير يدخل للدار يلبس يتفركس يتريح ويعاود يخرج. اذا عندنا شي زهر راه كيرجع لينا مع 11 ولا 12 ديال الليل، واذا ما عندنا زهر راه ما كنشوفوه من ديك الساعه حتى الصباح، وخاصك تباتي الليل كامل عاس عليه من الشرجم حتى يجي ويبدا يغوت ونشدو وندخلو. تصوروا معايا فاش كيجي ماشي تيدق الباب،
وحنا ساكنين مع الجيران الطبقة الأولى والثانية، عاد ساكنة أنا في الثالثة من السطح عنده الساروت، ولاني اليد اللي غادي يحلو داك الباب والو، تيبدا غير تيضرب برجليه حتى كيفيق كاع الجيران. انا كنمشي كنطير نحليه هادشي اذا كنت متكيه، اما الاغلبيه ديال الوقت كنبقى لاصقه في الشرجم وغير نسمعو يغوت فراس الدرب من واحد المسافه اللي هي بعيده، تنبقى عاس عليه حتى كنحليه الباب. بعد المرات تنصيفط بنتي الصغيره، انا ذاك تكون عندها 10 11 سنه، تنصيفطها تجرو اجي يا بابا دخل، والناس تما كيصبروا غير على وجهي لانه تيجي وكيبقى كيعاير وكيخسر الهضره وكيغوت وكيدير صداع. بعد المرات اذا حليت ليه كيقول لي فين كنتي الفعله يا التاركه، بحيلة انا اللي عاد جايه وهو اللي حل لي الباب، وكنبقى نتقاتل معاه في الدروج كنطلعو حتى كيوصل للدار، والجيران بجلاتهم كيسمعوا كيعاير فيا وما كنتش كنرضى. واللي استنتجت انا داك انه فاش تيجلس مع صحابو السكيريا عزكم الله هادشي اللي تيبداو يديرو، مرت فلان دارت ومرت فلان في العلات، وكيجي انا عامر عليا ومخو مخربق. المهم بقينا لمده 7 سنين على نفس الحاله في ديك البلاصه. هو فاش ما تيكون شارب ما تعرفيهش، تقولي غير شي انسان واحد اخر، ما كاين غير المعقول وتختاريه من دون الناس، لا من ناحيه الهيئه ولا اللباس ولا حتى في التهلو مع وليداتو، كيتهلا فيهم وكيشري لهم اللي بغاو. غادي يجي العام الثامن وصل فيه شعبان ورمضان، ها هو غادي يقطع داك الشراب. سال رمضان وبقى مستمر الحمد لله، واخيرا ربي عفى على هاد السيد، ولا يصلي ولا يمشي للجامع، ولكن انا ما كنتش عارفه شنو تيدير من مورايا. كان يجي من الخدمه مع 2:30 تيلقى غدا تياكلو تيدوش تيبدل بسلامه، انا غادي نمشي للقهوه نشوف الماتشات. وانا اصلا عارفه بلي انا من نهار تزوجنا راجلي ما عندوش مع الكره الا اذا كان المنتخب، كنت نقول يمكن راه اذا تبدل. المهم منين حيد الشراب خليه يمشي للقهوه فين ما بغى. اليوم غدا اليوم غدا، ويلي شنو تيدير هاد السيد في القهوه؟ كيجي كيتغدى كيدوش كيخرج ما كيدخل حتى الليل، واخا هكاك تنقول الحمد لله اللهم هكا. المهم ما بقاش يسكر ولا يهرس علينا الماعن، ماشي مشكل، ماشي بحال دوك السنين اللي داز حاره ومره ديال الشراب، وكنجي كنتقاتل معاه غير باش ينعس، والجيران اللي تحت ما يقدروش يدويو معاه وكيحترموه بزاف حيت فاش تيكون ما شاربش تيكون بعقلو. كان انا ذاك يمنك الخدمه بزاف وديما شواهد طبيه ما عرفتش منين تيجيبها، عنده صالير اللي هو زوين ما عرفت فين يوصلنا، ولاني اللي شافنا هادو ما كيكسبو ما كيعلمو. المهم فاش قطع الشراب قلت الحمد لله ربي عفى عليه، ولكن السيد كان تيكمشي تيكمي الحشيش وانا ما على باليش حيت عمرني ما لقيت في حوايجو شي حاجه فاش كنبغي نصبنها. المهم حنا ولينا وقت ما كندويو على الخيانه، اجي تشوفي هادي راه خانت راجلها وقتلها، اجي تشوفي شنو دارت هادي لراجلها. اذا جاي يدوي معاك يقول لك فين كاينين شي عيالات، عيالات الرجال كاع ما بقاو، وافلان اش راه ما كاينش غير في التلفازه الله يهديك والو. فبحسن العشره والسنين اللي بيناتنا كنبقاش كندي عليه وكنخليه داوي. واحد الوقيته كنلقى السيد بحال نهار الحد جالس في الدار، كنزيد نتاكد بلي انه ما بقاش يشرب، ولكن تلقاه ديما هز ليا التليفون ديالي وتيقلبوا ليا ويسولني على النماري اللي فيه، هادي ديال من وهادي ديال من، ومكتوب عليهم السمايات ويسولني ديال من. انا في تليفوني ما عنديش البراني من غير خوتي والديا وعائلته هو، قلت راه تيبغي يسول وصاف. هنا مازال ما كان تيدخلني الشك. منين بدا يجمع الفلوس اقترحت عليه اننا نبنيو شي دويره ديالنا، مشى عند امه اللي اقترح عليه باش انه يبني في الفوق منها، وقلنا باش انه كل صيف نبداو نمشيو نبداو نجلسو نرتاحو تما ونخليو فيها الحويجات ديالنا، ما بقاوش كل مره كنهزو معنا الثقل. السيد ولا كيتسنط ولا باغي يدير المستقبل ديالو لبناته، وقلنا الحمد لله بقينا بحال هكاك. وصل شي كله كان هو مركز غير في هادشي ديال الخيانات، ينعس بهم ويفيق بهم، وفلان نوض قاعد بركه ما تشوف هادشي، راه بنادم غير كيزيد فيه لا هادشي راه بصح. واحد النهار قال لي راه واحد فلانه ساكنه حدانا، مشات هي وراجلها ضياف عند صاحبو، في الاخير داك صاحبو غادي يحيد ليه المراه وهذه وهذه. وانت شفتي اخويا هاد الناس؟ لا غير قالوا لي ايوا ما تيقش. عاوتاني مره اخرى مشى عند الحلاق وجا قال لي واش شفتي مرت فلان ومرت فلان شنو داروا وفعلوا. انا من طبعي عندي شي حاجه من صغري، اذا ما شفت شي حاجه بعينيا ما كنصدقهاش، واللي عاود ليا تنقول الله اعلم وكندوز لحاجه واحده اخرى. انا كنسمع ليه وساكته، حتى لواحد النهار جاي من الخدمه وتيصوني عليا باش انني نسخن ليه الماء قبل ما يوصل للدار، مع ما عندناش شوفو كنا كنسخنوه غير فوق البوطه. انا منين جمعت بيت النعاس مع الصباح خليت تليفوني تما ومشيت للكوزينه، وانا انا ذا كنت مبليه بالراديو كنفيق كنشعلو، مشيت للكوزينه شعلته وبنتي الصغيره كانت هزات ليا التليفون ديالي وبدلت ليا ليه الموسيقى صونيت. فاش هو كان تيصوني انا ديك الموسيقى كانت كتجيني راه جايه من عند الجيران، وما مشيتش لبيت النعاس باش نشوف هاد التليفون حيت ما كاينش اللي غادي يعيط ليا من غير العائله اللي كتعيط من الليل.
بغيتي صوني؟ انا ما جاوبتوش. واحد الوقيته ما عرفش كيفاش حتى خرجت من الكوزينه وتنسمع الموسيقى عندي في الدار، ويلي منين جات؟ هزيت تليفوني ولقيتها فيه. شكون بدل هاد الصونيت؟ هو تيبان ليا عاوتاني كيصوني عليا. صونا من جديد وجاوبته، فين كنتي يا الفعله يا التركه؟ راني في الدار، وقسما بالله اذا كنت البوطه شعلاها خدامه تنقلي في الحوت، والفران شعلاه فيه الخبز حيت خصو يجي ويلقاه سخون لانه ما يشريش من الزنقه وما ياكلوش برد، ويوميا كان دائما خصو يلقاه طيب وسخون. 20 عام والله ما عمرني عقلت شديت المانطا ونعست وقلت له جيب الماكله من الزنقه، واخا تكون فيا الموت كنوض ونعجن ونطيب ليه الغدا، واذا بغيت نمرض ديك الساعه غير نمرض ولا كاع نموت وما سقوش ما عندوش مشكل. المهم قال لي انا جاي ليك يا الفعله ونوريك ونفعل ليك. انا كنت يسحب لي بلي انا غير تضحك معايا، حيت تقريبا عام باش حبس السبان والمعيور من نهار قطع داك الشراب. غير السيد وصل وصل بعيني خارجين ومكشكش، فين كنتي؟ وافلان نعش الشيطان، فين كنت كاع؟ جمع معايا بطرشة حتى ما ليا الحنك. اول مره من بعد سنين تاع الزواج غادي يسولني هذا السؤال، لانه انا اللي كنت متحمله جميع المسؤوليات، انا اللي كنمشي للسوق، انا اللي كنمشي للفارماسيان كندي وكنجيب بناتي، وهو يسكر ويصبح ناعس ويصيفطني نجيب ليه شهاده طبيه وما تنقولش لا. حتى لذاك النهار غادي يقول لي فين كنتي، بديك الشمته نتاع ديك الضربه غادي نهز ديك الخبزه اللي الله خرج من الفران سخونه الله يسمح ليا ولصقتها ليه على وجهه وقلت ليه ها انت هالخبز باقي مازال طيب. حاول يقنعني بجميع الطرق بلي داك الخبز راه عنده يومين وماشي يلاه طيبته، واخا وهاد الحوت اللي فوق البوطه كيتقلى بلا ما تبدا تضحكي عليا. ويلي كيفاش هاد السيد وصل لهاد الدرجه في رمشه عين؟ انا ما تقبلتهاش. نهاريت واحد الوقيته كنلقى يدي كتعوج ليا وداكشي كيشدني في عنقي، تعصبت لانه كان كيعايرني وكان كيتهمني بشرفي وبلي انني راني كنخرج من موراه وبلي عندي واحد الخليل، وداكشي كان تيضرني صراحه في خاطري ما كنتش كنقدر نصرطو. غادي يهز لي تليفوني وغادي يتاكد وشاف وعرف بلي انا وكاع داكشي اللي قلت راه بصح، ولكن اللي فراسو فراسو. غادي يدوز يومين على ديك الطرشه، هز واحد الملايه وغادي ينفضها وقال لي بلي هادي راه فيها الغبره، بمعنى انه شي حاجه انا معمره ليا راسي اللي مخلياني انا اللي نخلي ظهري مغبره. ما تسوقش ليه، وبدوك الغدايد مشيت كنفض الفراش كامله ونشرته في الشمس وما حسيت براسي حتى طحت وروحي بغات تخرج ليا. غادي يهزني وديني للسبيطار في المدينه اللي كانت بعيده علينا ب 28 كيلومتر، دخلوني وداروا ليا الاكسجين وقالوا لي بلي انه عندي انهيار عصبي وخرجوا ليا الدواء اللي بقيت كنشربو. ما قلت لدارنا والو، ولكن عمرني ما درت وقفه مع راسي وقلت علاش ايمان هاد خينه تيشك فيك، ولا علاش توصل معاه لهاد الدرجه يدير لك هاد الحاله كلها؟ تنقول غير صافي الشيطان ولد الحرام الله ينعل الشيطان، تنسيت الموضوع وقلت ما كاين باس، ولكن مره كان تيلوح ليا شي كلمه قاتله. فين كنتي؟ فين مشيتي؟ شنو درتي؟ حتى بدا تمنع عليا البلايص، ما تمشيش لهاد البلاصه، ما تمشيش للسوق، ما تبقايش توصلي بنتك. شي مره تنكون نعسه حتى كيديني نعاس تنحل عيني تلقاه تيبقى كيقلب ليا شعري. المره الاولى قلت ياك ما عند بالو بلي انني قطعت شعري ما عنديش شعر طويل. مع الصباح قلت ليه البارح كتقلب ليا شعري يا فلان ها انت، وريتو لي على نيتي ها انت راه شعري مازال باقي طويل. دازت مده وغادي تعاود نفس القصه وانا ما في خباري ما يتعاود. شويه غادي يمنعني من انني ندي البنات للمدرسه نهائيا، شكون يديهم فلان؟ الكبيره توصل الصغيره. شويه الشرجم ديال الصاله غادي يطرقوا بالمسمار والخشب وما بقاش يتحل. شويه بدا كيقول لي شفتي داك فلان داك مول الحانوت اللي هي تبيع الحوايج ما عرفش علاش مقابل معانا. انا على حسن النيه ديالي تنقول ليه هاد الزنقه راه ساكنين فيها غير الناس اللي مزوجين، ما كايناش شي عجبه زعما اللي غادي يبقى حاضر هذاك مول الحانوت، راه فايت شرينا من عنده الحوايج للبنات. لا لا هذا مقابل مع شي وحده، وقت ما يدوي في التليفون يدير يديه فوق راسه. السيد هنا كان تيمعني عليا باللي انني عندي علاقه مع داك مول الحانوت. اليوم غدا اليوم غدا السيد كيجي من الخدمه وكيبقى حاضيه اللي كان جا ديك الساعه في الشوكه ومقابل مع الحومه كلها. بقات بحال هكاك حتى لواحد النهار بغينا نمشيو عند شي ناس، غادي يجيب الطاكسي الصغير حتى لباب الدار، وكانت عنده الطريق منين انه غادي يمشي، هو غادي يطلب منه باش انه يرجع باللور ويدوز من قدام داك مول الحانوت ديال الحوايج، وانا ما فراسي ما يتعاود. هو ركب القدام وانا مع بناتي بزوج غادي نوصلوا غادي نركبوا اللور. الوقيته اللي مول الطاكسي وصل حدا مول الحانوت راجلي غادي يدور يبدا كيشوف فيا فين كنشوف. ميرسي تيدير بحال هكا، عيني كانوا خارجين وواحد الصوره وواحد الحاله الخلعه. سكت ما قال والو. المهم وصلنا تغدينا عند دوك الناس اللي غادي يجيبونا من بعد، وطلبت منهم باش انه صافي عافاك يحطونا غير فراس الدرب حنا راه غادي نكملوا. نقز راجلي وقال لهم لا وصلونا حتى لباب الدار. نزلنا دخلنا راجلي قال لي انا جاي، دخلت للدار عاود رجع بعيني خارجين. اجي انت بعدا شنو بينك وبين مول الحوايج؟
كانت صدمة حياتي. حنا فاش نكتبو البنات وكنعطيوهم فلوس، انت كتمشي كترجعي عندك كتاخدي الفلوس من عنده. تبهضت وبقيت حلة فمي، شنو غادي نجاوب ولا نقول الانسان حياته كلها وسط القصاير والشرابات والصهير، وعمرني وقفته ولا قلت ليه فين كنتي ولا مع من، وكيطيح على فمه وكنشد بيدي وكنديرو فوق من كتافي وكنطلعو في الدروج ونقول اللهم في دارو ولا يبقى في السناقي. يا ودي هاد الراجل الله يهديك راني ما تنعرفوش، ما غادي يقبل مني حتى شي كلمه، وغادي يحكم عليا بلي انني بعلاقه بداك السيد. حيد لي تليفوني من يدي وبدا يقلبوا ليا، حيد لي الحاله المدنيه والوراق اللي كنت مكلفه بهم وكنت مسؤوله عليهم. المهم قال لي دماغه بلي انه انا كنفسد، صافي ما فيهاش نقاش. هو بكثره ما تيقول كيفاش هاد السيده صابره على هاد الشيء كله، صافي بدا كيشك فيا. واللي ما كانش فاهم هو بلي انا اللي مخليني نصبر، هو اذا هزيت هاد البنيتات فين غادي يمشي؟ حتى درنا على قد الحال وانا ما خدامه ما ردامه. فاش صبرت هاد الصبر كله بدا يقولي دماغه راه هادي كدير شي حاجه، وردني انا اللي خايبه وما كان سواه بلي فاسده. سد عليا الشراج مول الباب، قال لي عيا التليفون والفلوس اللي كان حاط عندي والوراق ما تخرجي ما تضرجي، والحمام ما تمشيش ليه، وتخيلوا معايا تدواش ما ندوشوش اذا ما كان هو في الدار. ورغم هذا الشيء الواجب ديالي كنت نديرو، تنفيقو مع الخمسة ديال الصباح ونخد لي الفطور ونجدو ليه، هو تيفيق كياكلو ويقول بسلامه ويخرج. ما عرفتش كيفاش كان تيقنعهم في الخدمه بلي انه ما جايش يخدم وكيمشي كيعس عليا في واحد الزنقه. ديك العشرة الحداش كيتم راجع كل مرة يقول لي شي حاجة باش ما نعيقش به. المهم عيا ما يعس عليا وعيا ما يقلب واش يلقى عليا شي حاجة اللي يأكد بها الشك اللي في دماغه. لدرجة واحد النهار جات واحد السيدة تنعرفوها كبيرة في العمر اللي عندي، غادي يحط التليفون من تحت المخدة وغادي يخليه كيسجل وغادي يخرج. أنا على نيتي بقيت جالسة مع ديك السيدة تنجمعو كتسولني مالك تبدلتي وجهك تبدل ليك لاباس إيمان، راه غير عندي شي مشاكل خفاف مع الراجل، ما شتيش راه ولا يشك فيا وطرق الشراجم بالمسامر ومنع عليا كلشي، وبديت نخوي عليها قلبي بالواقع اللي هو مدوز عليا. المهم بقينا في الموضوع، مره نهضروا في نفس الموضوع مره كنهضروا على شي حاجه واحده اخرى. واحد الوقيته قلت لها كي شدي الخبز باش انك تاكليه، هو فاش جا غادي يمشي يسمع داك التسجيل من المرقى فيه والو. قال لي ها الغضربان، شمن الغضر فلان ديك شدي اللي قلتي ليها راكي عطيتيها الفلوس وهي جابت لك النمره ديال التليفون. شوفي هاد خيتي ما تبقاش تجي لعندك حيتاش كديري انت وياها شي حاجه. وين على الشيطان يا فلان، شوف السيده قداش ولادها رجاله ودخلتي لدارها وكليتي طعامها يهديك الله. لا هي لا، بدا كيسمعني التسجيل، وحيتاش الدار عندنا فيها الضوايا بحال مثلا اذا جيت ندوي معها عليه كنوشوش بشويه باش ما يسمعوش الجيران. وهنا وهلي شنو اخترع، اذا سمع غير ولا اله الا الله تيقول لك سمع رشيد. شفتي يا ولد الناس ملي وصلنا لهاد الدرجه انا غادي نحلف لك. هزيت المصحف كنسجد عليه وكنحلف بلي انني بريئه. سمع ايمان واخا تحلفي حتى الصباح عمرني ما نصدقك، شكون قال دابا تحلفي وفاش تقعدي تقولي يا ربي تسمح لي؟ ويلي حتى لهاد الدرجه وصلنا لهاد المستوى ديال البراش. القصه ما سالاتش هنا، حيتاش بقيت تابعاه في الهبال ديالو باش انني نبرهن ليه، لدرجه دخلت المسجد وديت التليفون ديالي كيسجل وانا كنحلف ليه. اللي سمع داك التسجيل يبكي ولكن والو. حتى واحد النهار غادي يديني انا وبناتي عند عائلته ويقول لي غادي تجلسي معاهم. شفت حتى عييت، هزيت بناتي ومشيت لدارنا وقيدت بناتي في المدارس ديالهم. وهنا عاد غادي نعاود لدارنا من الاول حيتاش عييت ما نخبي، ولكن دابا اللي عطى الله عطاه. من بعد 4 شهور جا الحق عليا وخاصموا عليه العائلات، تلقى لي قدام الاعداديه ديال بنتي وقال لي غادي ترجعي لدارك. فين غادي نرجع وسط هاد الاتهامات اخويا؟ وصافي ايمان نعلي الشيطان صافي، واخا غادي نرجع بشرط حيد الشراب والحشيش والشك حيتاش انا ما نقدرش نعيش في هاد الشيء. جاب خروف ذبحوه بلي انه تيحللني عليه، وجاو العائله ورجعني ومشيت لدارهم. غادي نقص معاه لمده 5 سنين وحده اخرى، ولكن كنت في الحبس بمعنى الكلمه. رجعنا للشك من اول وجديد وكفس كاع، عشت فيها واحد العيشه اللي كانت حاره لدرجه انه بنتي غادا تمشي تدوز الباك والامهات غاديين مع وليداتهم يشوفوهم وانا كان ممنوع ليا انني نمشي معها ولا نرافقها، لدرجه انه اذا غير تعطلات شي وحده من بناتي في المدرسه وكلاني قلبي عليها ممنوع نخرج نقلب شنو طرى لبنتي. تنبقى جالسه تيحرقني قلبي حتى كيجيو، ما نهضر مع جيران، ما نمشي للحضور، ما نمشي للعزاوات، ما نمشي للحمامات، ما كندير حتى حاجه في حياتي. حتى عييت من جديد ورجعت في حالي عند والديا لا شي نهار دور ليه في الخوه ويستقاتلني انا وبناتي، حيتاش ولا كيقول عليهم بلي انهم حتى هما مشاركيني في شي حاجه ولا راه تيوريوني شي حاجه. دفعت طلاق الشقاق وطلقت راسي حتى حوايجي ما عطاهم ليا، غادي يصيفط لي حوايجي نتاع نهار كنت عروسه، اما داكشي اللي كونتو معاه 20 عام وتقاتلت معاه فيه حرام واش شفت منه شي حاجه. تنرغبو صيفط لبناتك غير باش يتغطاو والو،
ولكن الحمد لله لقيت عائلته مساندتني واخوتهم معاونيني على البنات ووقفوا معايا بزاف. بنتي الكبيره اليوم في الجامعه وبنتي الصغيره اليوم في السابعه وانا مقاتله معاهم. صبرت بزاف مع هاد ولد الناس على الشراب ودايع في الزناقي، وماشي نهار ولا يومين ولا شهرين ولا عامين ولكن سنين وانا كنتقاتل وغير بوحدي وهو غير مع القصير والنشاط. وتنازلت على بزاف ديال الحوايج جولي كأنثى كزوجة وكمرأة، وفي الأخير ما سويت عنده والو. تسميت أنا اللي ما مزياناش وبلي أنني سبب هادشي كله، وأنا أصلا بريئة من فكرة الخيانة في دماغي. عييت ما نقول لي سير تعالج، تيقول لي بلي هو ما مريضش وبلي حنا اللي مراض. المهم هذا هو الحل اللي درت لراسي، وكنتمنى من الله أنه يعوضني في بنيتاتي. هذه هي كانت حكايتي. من بعد ما صاحبة الحكاية شاركت معايا الحكاية ديالها، بنتها غادي تخلي لي هاد الرسالة أو بالأحرى هاد الشهادة الجميلة على الأم ديالها. كتقول بلي أنا تفكرت واحد الشهادة في ماما وبلا ما نبالغ، ولكن ما عمرني ما شت بحالها في الصبر. واخا هكاك واخا كاع هادشي اللي دوز عليها بابا باقا كتقول لينا صونيو عليه، ما عمرني ما شفت شي طيبة بحال طيبوبة ديال الأم ديالي. واحد الحاجة اللي كتعجبني فيها هذه المدة 18 عام وأنا عايشة معاها، ما عمرني شتها قطعت الصلاة ديالها. واخا هذه حاجة اللي هي عادية، ولكن كنظن بلي أنه كون ماشي صلاتها والدعوات ديالها ما نظنش بلي أنه غادي تبقى هي بعقلها وبصحتها، حيتاش ماشي غير الصبر اللي كانت كتصبر وماشي غير التضحيه اللي كانت كدير، ولكن شي حاجه اكثر من هادشي. ديما ماما كتقول لي واحد الحاجه، كتقول لي اذا دار معاك شي واحد شي حاجه خايبه ابنتي انت ديري معاه شي حاجه مزيانه، وبهاد الخصله الطيبه غادي تندميه. وانا صراحه ما عمرني ما شت اصدق من هاد العباره، ما عمرها معلمتني القوالب، ما عمرها دبزات مع شي حد. ماما فعلا كنشوفها امراه عظيمه وفيها الف رجل. انا ما عمرني ما شت الرجوله والمروءه في شي شخص من غير في ماما، حيتاش بابا ما كانش عايش معنا روحيا ولا حتى جسديا. هذه ماما وانا كنفتخر بها، وغادي نتقاتل باش نقرا ونوصل بزاف ديال الحوايج على قبلها وعلى قبلنا كاملين. وهذه هي كانت حكايه ايمان. اصعب حاجه صراحه في شي علاقه زوجيه هي الشك. انا كتمرض وماشي ساهل نهائيا انك تصبري 20 سنه على هادشي كله، راه امر لي هو عجيب. الحمد لله انه قررت قرار لي هو كان صحيح وهو اللي اختار باش انه ما يتعالج. فشكرا على القصه ديالك، شكرا على العبره منها. خليو تعليق جميل الايمان. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد الغدا ان شاء الله. سلام سلام.